حنا كنزاوج ليكم في العزيز عليكم وفي ولادكم وفي مواتكم. ما شوفوا في هاد السيد مسكين، راه ما كانش وكان نهار الاول، راه كان مسكين برجيلاتو بصحته، راه اليوم عندنا، اليوم عنده غدا عندنا حنا. وكنعاود نترجاكم، كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، 3 المليون ماشي شي حاجه بزاف باش تعتقوا ليه، تعتقوا ليه الرجيله ديالو والناس ديال الصحه. الا لقيتوا ما تعاونوا عاونوه، الا لقيتوا كيفاش توقفوا مع هذا السيد وقفوا معاه، راه ما سهلاش على واحد يمشيو ليه رجيلاتو بجوج. وحاليا كاين غير العروق خاصهم يتسرحوا باش تنقد الرجل، يعني وقفوا مع هذا السيد ونقدوا الاسره ونقدونا كاملين، لان ما غاتعطيناش حنا دابا. الرجاله كيبكيو، جالسه انا وسط منهم كنشوفهم كيبكيو، ما بغاوش يشوفوا في هذه الظروف. وقفوا معاه ونقدوه ونقدوا الاسره ديالو، الله يرحم لكم الوالدين. وشكرا جزيلا للاخ دايمي اللي في اي مباشر كنشوفه ما كيتخلاش عليه. وهادو هما الناس اللي خاصهم يخرجوا ويهضروا عليهم عباد الله، لان كيمشي كيدير الحمد لله كيدير نداءات على قبل خوتو المغاربه. نعم. وما عنده حتى شي هدف، الهدف الوحيد باش يعتق الناس ويعتق هاد السيد. ما نخرجوش نوشو على بعضياتنا، نخرجوا نهضروا في الواقع ونجيو نشوفوا. كنظن هاد الفيديو واش يلاه شافوه الناس، راه شحال من نداء الدار. ولكن كاينين شي ناس اللي كيقول لك حنا كنعرفوا جميع المسؤولين، جميع المسؤولين كنعرفوهم. هاد السيد ما بانش لكم؟ الا كنتو كتقولوا كتعرفوا المسؤولين على قبل المواطن، ها واحد مثال صغير، ها هو واحد المواطن. كنظن هاد المواطن هذا حتى هو ما بين داك الناس اللي جبدوهم وكيقولوا انا كنعرف المسؤولين على قبل المواطن، هذا ما بانش لكم. الا كتعرفوا فعلا المسؤولين كبار، وريو هاد الحاله ديال هاد السيد مسكين اللي مشى كيرجلته وباقى ليه رجل الثانيه، غيضيع فيها هو وغتضيع فيها الاسره ديالو. هذا راه ماشي غير جينا وجينا عنده، هاد السيد راه كنعرفوه انا عندي 10 سنين مع 9 سنين، وحنا شرفنا دابا وباقيين كنعرفوه. لهذا باش نختم هاد المباشر، انا الله يرحم لكم الوالدين خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الله يفاجئ عليكم. شوفوا من حال هاد السيد، وهذا الشيء اللي غنقول لكم. جاتني ماشي بزاف، ولكن هنا فين غيبانوا المغاربه، هنا بالتضامن. وهذا الشيء اللي بغيت نقول، لان ولاد المحمديه الا بعدوا منهم البعض، راه قسما بالله يديروا هذا النداء، يلبيوا الطلب لهذا السيد. وشكرا. نعطي الاخ محمود. اولا السلام عليكم. اللي بغيت نقول كنت اسف لخونا العزيز مسكين، اللي انا بعدا من صغري وانا كنعرفو وكنعقل عليه، وما حملتش نجي نشوفو في هذا الوضع هذا. وكنقول الله يجعل ربي يشافيه ويشوفيه لينا ولوليداتو. نداء ديالي للمسؤولين، كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. لا كانت غتعتق واحد الرجل غير ب3 المليون اللي هو مبلغ صغير، ما تخلاوش عليه الاسره، راه ماشي غير ما تخلاوش عليه هو والاسره ديالو ولينا. مادام كيقول لكم ما سخيتش برجليا، هذه الكلمه راه ضرتنا حنا كاملين، حنا كاملين ضرتنا هذه الكلمه، وحنا كنسمعوا كيقولها وكيفاش خرجها. يعني كيترجاكم، ماشي شي مبلغ كبير. وكنظن الحمد لله المحمديه فيها ولاد الناس، المغرب كامل، والمغرب حتى هو فيه ولاد الناس. حنا كنهضروا زعما غير على مدينتنا، اقرب الناس. وبالنسبه للناس المغاربه بصفه عامه كنظن، والجاليه اللي فيها الخير، باقا كنقولها لك دابا، الجاليه فيها الخير.